استاذ جابر عندنا فويس حتى نكمل اسئلتنا. اي حبيبي. نشرت قلت ضيفنا الحلقه القادمه الاستاذ الاديب نعم. جابر الكاظمي. نعم. فاحد الاخوه بعث لي فويس وحلفني ف اذا تسمح لنا نسمعك. اي تفضل حبيبي. السلام عليكم سيد رسلان، اولا انا مبارك لك قبل بس احب ابارك لك بالبص ما في حال اذا قال عرضتها بالحلقه مالتك. أبارك لك على انطلاقك ببرنامجك هذا الجديد ورسالة من خلال هذا برنامجك، لأنه أنا شفت منشوراتك السابقة وعرفت ضيفك لهذه الحلقة هو الشاعر الأديب جابر الكاظمي، ورسالة باختصار أنه ينهون الخلاف بينهم وبينه وبين الملة باسم الكربلائي، وإلى الملة باسم الكربلائي أنت رادود حسيني وأنا أحد عاشقيك، أحد عاشقين صوتك، أتمنى أن تنهي الخلاف مع الشاعر جابر الكاظمي مثل ما أنا أخاطب الشاعر جابر الكاظمي، أخاطبك يا ملا باسم، وأخاطب المرجعية الرشيدة وكل المؤثرين، وأخاطب السيد مقتدى الصدر بالتدخل في حل هذا الخلاف وإنهاء الخلاف بين الشاعر جابر الكاظمي والرادود باسم الكربلائي، لأنه الجميع متشوق لسماع صوت باسم الكربلائي وهو يقول بكلمات الشاعر الأديب جابر الكاظمي. مع التحية والسلام. ألف تحية لباعث الفويس. احنا ما نحب ندخل الأمور الشخصية، لكن هاي لا لا أنا أعتبرها قضية الإمام الحسين وقضية الساحة لحد الآن بالفيسبوك يوميا. بس أنا أكثر من لقاء أسأل هذا السؤال وأقول والله المشكلة ما أعرف شنو. فمن واحد يقول مرة مرتين ثلاثة عشر دائما أقول ما أعرف المشكلة شنو. فيجب أن يوجه الكلام للشخص اللي هو يدرب المشكلة حتى يبينها وبعدين. إحنا في شهر رمضان. إيه. مو. إيه. وجو جميل يعني. صح. الناس. بوجودكم أستاذ. بوجودكم بوجود الطيبين. الله يعزك. يعني إحنا تقريبا الآن صار تارك الملة 14 سنة. ومن افتى لكن صوره ب 2014 طياره او هيك. اي هذه تلاقينا إيه؟ بتركيا. ايه انا كنت قاعد اقرا كتاب اتذكر مال علي الوردي مال لمحات من تاريخ العراق. لا اسطوره الادب الرفيع. اسطوره الادب الرفيع. اي هو وعبد الرزاق محي الدين كان عنده مناوشات. فكنت اقرا بالكتاب مستمتع به. فانا باوعد شفت الملة بس كنا من نتحاكى. وانا كنت قاعد بستاربوكس هذا السر بال المطار القديم مال تركيا بالوسط الصغير يعني تقدر تفتر دائر مدائر. فأنا من شفته ما قدرت وجي يعني إدارة غضب أو دائرة غضب أو أديرة عن طريق الغضب أو الحنق أو الحقد. لا إيه. بالعكس والله يعني بس عيني وخرتها بحيث شك أنه أنا شفته أو باشفته. إيه. يعني بأسلوب محبة قدرت وجهي الحقيقة. إيه. فبقيت أقرأ بالكتاب. فهو كان ويا ولد حسين اللي هو وكيل أعماله حسين ملكي. فراحوا الظاهر بعدين اجى منها الصفحه. انا بقيت على قرايتي. فهو وقف ببالي قال شكو علي قاعد تقرا كتاب فقمت تباوسنا وقعدنا الله. بعدين رحنا بالطياره سولفنا وكتبت له مستهل انا اتذكر بالطياره على قصائد تجي. اها حلو. اي وراها ما استمريت لا كتبت له القصائد وقلت لك والله انا قايلها بلقاء. طلعنا من المطار قال لي يا ابو علي اكو شقه هناك نروح حتى نقعد بيها نكتب قصائد كذا. بس انا فد شخص كان يعني ينتظرني ما يحكي ويا الشخص اللي وياه يعني. ايه. يعني صار متلابسه لا ذاك يحكي ويا هذا ولا هذا يحكي وياه. ايه. فمتلابسه. فالحاصل بعد من تفارقنا هو راسا عرف لان انا ويا واحد يقرا الثاني. ايه. عمر. لا لحد الان اذا عاين على الملا يبتسم ويعرف ليش. ايه. وهو كذلك. كيميا اكو. بالضبط يعني. ايه. وبعدين هو اخوي الملا ترى انا ايه. من الناس اللي هواي يقدرون الزاد والمليح والقعده والقومه ولا يعني. كل عام وهو بألف خير والله كريم عليه. طبعا اقدم له التحيه هو وذويه وكل الناس اللي هو يحبهم. بالعكس انا هسه اذا اتصل بك ملا باسم وقال لك اكتب لي قصائد عندك مانع؟ هو ما يقول طبعا. ها لا ما يقول. ليش؟ يعني اكو ظروف عده خاصه سابقا ما كان يقول لك؟ ليش؟ كان يخابرني